هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو لينا مع بعض. انا اسفه، كان بقالي فتره مش عارفه اطلع، كان عندي ظروف، بس ادينا راجعين. اول فيديو اهو بعد غيبه طويله شويه. إيه اللي ما اشتركتش في القناه تشترك بسرعه وتفعل زر الجرس اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلها اشعار بكل فيديو جديد انا منزله، وكمان عشان تتابعني اول باول وتتابع كل الحاجات اللي احنا بننزلها مع بعض. وما تنسيش تحطي لايك على الفيديو ده لو عجبك، وتشيريه مع صحابك عشان هما كمان يستفادوا معاكي، وتشجعيني بكومنت. فكرة الفيديو النهاردة ده روتين الشاور اللي انا بستخدمه، يعني المنتجات اللي بستخدمها. ده روتين الشاور الاسبوعي بتاعي او اليومي على حسب يعني انا باخده امتى بالظبط. فاقولك ايه المنتجات اللي انا بستخدمها وايه بدائلها لو انتوا حابين تجيبوا منتجات تانية. فما تنسوش تتابعوا الفيديو لغاية الاخر. اول حاجة معانا هو الشامبو اللي هنستخدمه عشان نغسل شعرنا. شامبو ده شامبو امالفي، هو مش مصري، هو اسباني. كنت عملتكو عنه ريفيو قبل كده، هبقى اسيبه لكم عشان تتفرجوا عليه. إيه هو اسباني اهو، صنع في اسبانيا. الشامبو ده انا مجرباه بقالي فترة، عجبني، حلو، بينظف فروة راسي كويس من الدهون والقشر وكده. عجبني قوي وبحبه. الشامبو ده فيه ميزة حلوة قوي ان هو فيه كرياتين، فيعني حلو قوي، ما بينشفش الشعراية، ما بيسببش هيشان، فكان ممتاز جدا معايا. انا بستخدم الهير ماسك بتاعه اهو، برضو من امالفي. الهير ماسك برضو حلو قوي اهو، هو حمام زيتي للشعر كده، برضو كان جميل قوي معايا، وبالكرياتين فبيديني ترطيب للي انا عايزاه. هما مناسبين قوي للناس او البنات اللي شعرهم جاف، يعني البنات اللي شعرهم جاف المجموعة دي هتكون مناسبة جدا 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 معاكي. لكن انتي لو طبيعة شعرك ناعمة او طبيعة شعرك حلوة، يعني مش جافة ومش ناشفة، لا مش هتكون مناسبة. دي عايزة واحدة بقى مستهلكاه او هلكاه شوية، في البيبي ليس وفي الصبغة في البروتين هيكون مناسب جدا معاكي المجموعة دي. كمان سعرها حلو، وكل التفاصيل بقى اسيبها لكم تتفرجوا عليها في الفيديو. ده اول حاجة معانا، انا بغسل شعري بالشامبو كويس قوي، واحيانا بيكون عندي قشرة فبستخدم الشامبو ده. طبعا كلنا عارفينه، ده النوع بتاعه نظيف وانيق، ده حلو قوي لو في قشرة، انا احيانا بستخدمه. يعني بستخدم ده الاول وبعد كده بستخدم امالفي، يعني انا بستخدم نوعين شامبو. ده الروتين اللي انا ماشي عليه الايام دي، بستخدم النوع بتاع القشرة وبعد كده بستخدم امالفي. تاني حاجة معانا طبعا انا بستخدم الفرشة دي، انا كنت كلمتك عنها قبل كده. الفرشة دي هي سيليكون، بتنضف لي الفروة كويس جدا، وكمان مش بتعورة، فبتكون ممتازة جدا معايا. بستخدمها وانا بعمل الشامبو طبعا. بعد كده بغسل جسمي باي شاور جيل عندك، اي شاور كريمي، في بتاع جلايسوليد ده حلو كلمتك عنه قبل كده. الريحة دي كلاسيك، اللي هي الريحة العادية خالص، جميلة، بيرطب الجسم، فمناسب لفصل الشتاء اللي احنا فيه. كمان ممكن تستخدمي لوكس، ممكن تستخدمي كمينه، اي شاور جيل عندك هيكون مناسب جدا معاكي. بعد كده تغسلي بشرتك باي غسول عندك، الغسول ده من هيمالايا. انا بديكي يعني مثال، عندك غسول ستارفل للبشره الدهنيه، كنت عامله لكم عنه ريفيو هسيبهولكوا برضو. في غسول ايفا بالجليسرين لو انتي بشرتك الجافه، فعلى حسب انتي نوع بشرتك ايه تستخدمي غسول مناسب لنوع بشرتك. ما ينفعش اكون بشرتي دهنيه واستخدم غسول البشره الجافه. فده الغسول ده حلو قوي من هيمالايا، انا كنت مجرباه. غسول هيمالايا ده بالنيم والكركم، عشبه النيم حلوه جدا ان هي بتقضي على حب الشباب اللي بيبقى موجود في البشره والحبوب. مش عارفه، مش عايز يعمل فوكس ليه، هو هيعمل لكم دلوقتي، مش عايزه توضح. اهي عشبه النيم، هي مرسومه بس انا عايزه اوريها لكم اهي، مش عارفه هي باينه ولا لا. هيمالايا ده هو مش طبي بس يعني شغال كويس، حلو. كاتبين ان هو يقاوم الحبوب ويمنع علامتها، هو حلو قوي، هو للبشره العاديه الى الدهنيه. مش عارفه هو عمل لكم فوكس، فده مناسب للبشره الدهنيه. زي ما انتم عارفين انا بشرتي دهنيه، فده كان كويس جدا معايا. ده كان الحجم الوسط بتاعه، كمان سعره ممتاز، سعره اقتصادي حلو قوي، بسعره ب27 جنيه، فسعره حلو قوي ومتاح، هتلاقيه في الهايبرات، هتلاقيه في الصيدليات متاح عندك. فالغسول اللي انت مرتاحه عليه جربيه، ايا كان انت بتستخدمي ستارفل، بتستخدمي سينوبار مثلا، ايا كان الغسول، اهم حاجه نغسل بشرتنا كويس، مره الصبح ومره بالليل. بعد كده بغسل البكيني اريا والاندر ارم، بغسلهم بالغسول ده من ستيال، هو محلول رغوي مطهر عامه، بستخدمه بشطف بيه يعني البكيني اريا.
بستخدمه البيكيني طبعا، هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، بيستخدم طبعا غسول خارجي سواء لو كنتي بنوتة او كنتي واحدة متجوزة. الغسول ده طبي من الصيدلية، ممتاز جدا. كمان هو مضاد للبكتيريا فانا بحبه قوي، كمان سعره حلو، سعره 35 جنيه، بينظف معايا وكفاية ان هو طبي، في حاجة ممتازة جدا، بيقعد معاكي كتير. هو كميته حلوة 250 ملي، فلازم يكون عندك غسول للبيكيني اريا، بتكوني بتستخدميه مرة بعد البيريود وتكون مرة واحدة في الاسبوع، يعني ما بيستخدمش اكتر من كده، مرة واحدة في الاسبوع. حتى لو كاتبين مثلا على غسول ان هو غسول يومي، لا ما ينفعش، عشان المنطقة دي زي ما انتوا عارفين فيها بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، فاحنا لما بنستخدم غسول كل يوم فاحنا بنقتل البكتيريا الكويسة، البكتيريا اللي بتنفعنا، فده بيكون غلط على المنطقة. فاللي هو الصح تستخدميه مرة واحدة في الأسبوع، فهيكون كويس جدا معاكي الغسول ده. في جولد هبحط لكم صورته فوق، فأي غسول متاح عندك سواء ستيال سواء جولد هيكون كويس جدا معاكي. بعد كده نطلع نشف جسمنا كويس، وبعد كده نستخدم الديودورنت بتاعنا ده من دوف، ده اسبراي كده، ده كويس جدا، ما بيعملش التهابات، مش بيسبب اسمرار، كويس لفصل الصيف اللي احنا داخلين عليه، بيقعد فعلا 48 ساعة، وفي ربع كريم مرطب ما بيسمرش، تقريبا ما فيهوش كحول، خالي من الكحول، فممتاز جدا، سعره كان 40 جنيه. وبعد كده طبعا بنرطب جسمنا بأي بادي لوشن عندك. بادي لوشن ده الفيفور بتاعي، ده المفضل بتاعي، كلمتكم عنه قبل كده. بادي لوشن ده اماراتي مش مصري، الريحه بتاعته اسمها ليميتليس، خدوا منها سكرين شوت وهاتوه ضروري، كويس جدا، هينفع مع العرايس، ريحته جميله قوي، ريحه ورود هادي قوي، حتى راسمين عليه ورد هو، فجميل قوي، وسعره كان 70 جنيه، هو اماراتي مش مصري، وسعره 200 كميته يعني 236 ملي، فممتاز جدا معاكي. وبعد كده لو مش حابه البادي لوشن ده، ممكن ترطبي بكريم ايفا بالجليسرين، لو انتي البادجت بتاعتك ما تسمحش انك انتي بتجيبي بادي لوشن غالي، ايفا ده هيكون كويس جدا معاكي. بصوا قوامه حلو وسعره كمان اقتصادي، يعني احنا بنطور على حاجه تكون سعرها اقتصادي، كويس جدا اهو، ده كريم ايفا. فاي كريم مرطب عندك هيكون كويس جدا ترطبي بيه جسم، اهم حاجه ترطبي الجسم، اهم حاجه ترطبي الجسم كله اهو، بصوا وريحته كمان جميله، الجليسرين فيه، فممتاز جدا معاكي، اختيار رخيص، ده هتلاقيه ب 12 او 13 جنيه في الصيدليه، فيبقى ممتاز جدا معاكي. بعد كده هنرطب رجلينا، كعب رجلينا وكوعنا، هنرطبه بلونا، ده بالجليسرين، قوامه كله فازليني، دي هتلاقيه ب 15 جنيه، سعرها برضو كويس جدا، لازم تكون معاكي ده الحجم الكبير، الحجم الصغير بحاجة هبل قوي، مش عارفة ب6 جنيه او 7 جنيه، فحاجة بتبقى صغيرة خالص، يعني ان هي تكون معاكي اهي، هما كاتبين اهي تركيبة مركزة لازالة التشققات، فيكون ممتاز جدا معاكي. وبعد كده هنعطر جسمنا باي بادي ميست عندك، البادي ميست ده من ستيارة، باشون ستيارة، ده بالفراولة، حلو قوي، بتخلي ريحتك كده مسكرة، والفراولة بتاعته جميلة جدا، وريحته منعشة وصيفي وبناتي وجميلة قوي، فيكون ممتاز جدا معاكي. اخر حاجة بقى نرش على البيجامة او الترنج اللي احنا لابسينه، نرش من البادي ميست اللي احنا حطيناه، او نرش مثلا اي نوع برفيم احنا بنستخدمه عشان تكون ريحتنا حلوة كده. وكده فيديو النهاردة خلص، ده الروتين بتاع الشاور اللي انا بستخدمه، مش بستخدم اي منتج تاني زيادة. قولولي عايزين افكار ايه الفترات الجاية، وكمان انا محضرة لكم كده كام فيديو كده حلوين قوي، فاللي مشتركتش في القناة تشترك عشان تتابعني وتتفرج على الحاجات دي، وكمان تتفرج على الفيديوهات اللي هي فاتتها، ودخلي صحابك وقولي لهم يعملوا سبسكرايب ويشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، باي باي حلوين.